بعض واقفين بالألوف عاملين صفوف متشبكين ومفرطين زي الحروف. فينا كل واحد خد له دور وفي الطابور عاقل ورا طايش وجنبه فيلسوف. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. مكسب خسارة نتيجة عمالة تتقلب طبيعي سنة الحياة ألف اتجاه وجهات نظر دغري ومشيها على عمى واحد رجع والتاني تاه ويا اللي تاه. شوف مين تفرقه ومين ناوي تكمل معاه. مشهد مكرر بينا والظاهر قدم صح وغلط باطل بحق بيتصدم. كلام الزفت اللي انت قلته من شويه وهعرض عليك كمان ان انا اساعدك. هتساعديني ازاي بقى؟ اساعدك انك ترجع بني ادم، تتعالج، تخش مصحه للادمان، ترجع انسان طبيعي زي ما كنت الاول. بس هو قال حاجه يعني ما اعرفش اذا كانت تهويش ولا بجد. حاجه ايه؟ قال انه رافع قضيه بضم سهى لي. ضم سهى؟ يا قلبه قلبك ده عديم الاحساس. أنا لما عرفت اللي حصل لك شبطت في البرنس وكنت حاسب له المكان. إحنا برضو يا أكرم بينا عيش وملح وعشرة، والعشرة ما تهونش غير على ولاد الحرام. وأنا ما ارضلكش الأذية. ما ترضليش الأذية؟ أمال اللي أنت عملتي فيها ده كان إيه؟ ده بعينه هو فاكر نفسه إن إحنا تحت أمره؟ زمان يرمينا بمزاجه دلوقتي يرجع لنا بمزاجه؟ يا ريت تبلغي خالي يقول له إن إحنا خلاص شلناه من حساباتنا نهائي. ولا اقول لك خليه ولا يعبره. طيب تقانس وتشرف،
زيك زي اي زبون، ولو تحب تفتح وجرسك ما عنديش مانع. غلطت ان انا عرفت واحده عالمه زيك، لكن والله ما هسيبك واخلي ايام الجحيم. ليه كده يا معتز؟ انا ماليش ذنب في اللي حصل، وبعدين دي اراده ربنا، واكيد ربنا هيعوض علينا. بس بقى مش عايز اسمع الكلام ده. انت بتضحكي عليا ولا بتضحكي على نفسك؟ كلامك ملوش اي قيمه عند المسؤولين في الوزاره. معالي الوزير كلمني وكان منفعل جدا، قال لي الموضوع ده لازم ينتهي دلوقتي حالا. تنتهي ازاي يا فندم؟ للاسف يا طارق، مطلوب ابعادك نهائيا عن القضيه. ابعادي عن القضيه؟ ازاي يا سليمان ده؟ انا القضيه دي خيطها في ايدي من اول يوم، وابعادي عنها بالشكل ده اهانه ليا وللجهاز نفسه. بعدين انا مش شايف سيادتك ايه دخل خناقتي مع شكري الباشا بالقضيه من اساسه. يا طارق ايه؟ اهدى وكل حاجه هترجع احسن من الاول. يا فندم حضرتك ما ينفعش تستقيل، انت احسن واكفى ظابط عندنا هنا في المديريه، ده كفايه ان حضرتك استاذ. وهو نفع يا شريف واستغنوا عني خلاص. بعد إذن حضرتك يا فندم، يا ريت تتدخل وما تقبلش الاستقالة بتاع طارق بيه. يا فندم هو إن شاء الله كام يوم كده هيهدى ويرتاح ويرجع الشغل تاني. بص يا شريف، الموضوع أكبر مني. أوعى تفتكر إني مبسوط. طارق تلميذي وابني ومن أكفأ الضباط اللي اشتغلوا معايا. بس تهوره في الفترة الأخيرة ومشاكله الشخصية هي اللي أثرت على أدائه ووصلتنا للمشكلة اللي إحنا فيها. يا فندم طارق بيه عمره ما قصر في شغله، اسألني أنا، إحنا كنا شغالين كويس جدا وواصلين لنتائج هايلة. يعني المسألة كانت كلها أيام وهنقبض على العصابة دي. ادخل. تمام سعادتك يا فندم. تعالى يا معتز. اقعد اقعد. معلش بقى إن أنا جبتك في الظروف الصعبة دي، بس هنعمل إيه؟ ما باليد حيلة. أنا تحت أمر سيادتك يا فندم. أنا ما اقدرش أتأخر عن الشغل لحظة واحدة يا فندم. أمورني سعادتك. معتز، أنت وشريف وسارة، أنتوا التلاتة اشتغلتوا في القضية دي مع طارق، وكل خيوطها معاكم. عشان كده عايزكم أنتوا التلاتة تكملوا، بس بقيادتك أنت. ولا عايز تضم أي حد الفريق ضم. بس أرجوك بقى، أنا زهقت من القضية دي، خلصني منها أعمل معروف. أنا بشكر سيادتك على الثقة الغالية دي يا فندم. وبوعد سيادتك إن أنا هكون عند حسن ظنك. وإن إحنا إن شاء الله هنقبض على التشكيل العصابي ده في أقرب وقت. وبوعد سيادتك كمان إن التراخي اللي كان حاصل في عهد طارق مش هيحصل تاني يا فندم. طب كويس، يلا بقى اتفضلوا أنتوا وتبلغني أول بأول. تحت أمرك يا فندم. شريف، بلغ سارة وحصلوني على مكتبي. بعد إذنك. اتفضل. الملف ده فيه كل العقود المسجلة. أنا مش هوصيك يا طارق، عايزك تشيله في حتة أمان قوي. طمن عامر بيه، هيتشاف الحفظ والصون. إيه يا طارق؟ مالك؟ مشاكل في الشغل ولا إيه؟ لا ما خلاص، ارتحنا من الشغل ومشاكله خالص. لا استنى استنى، راح عليا بقى وقول لي مالك في ايه. بقول لك ايه، انت لو عاوز حد تاني يكمل معاك القضيه دي انا ما عنديش مشكله، انا ممكن انسحب، وعلشان اريحك اكتر انا ممكن اخش بنفسي للواء سليمان واكلمه واخلصك بقى من الموضوع ده يا معتز. اولا انا اسمي معتز باشا. اقول يا فندم مير يعني.
سنين انت مش شغال في طابونة عشان تنسحب او ما تنسحبش. انت في فريق العمل وعلى قوة القضية وهتنفذ اللي انا امرك بيه. لو عندك اي كلام تاني اكتبه في تقرير وقدمه لرئيسك المباشر اللي هو انا. شغل الفوضى بتاع زمان خلاص انتهى. الكلام اللي انا قلته ده موجه ليك يا حضرة الملازم سارة، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. وانت يا حضرة الضابط الشريف هتكلف بمتابعة المراقبة السرية وهتقدم تقرير بشكل يومي عن كافة تطوراتها. وانت يا حضرة الملازم سارة هتشوفي موضوع الكمبيوتر الجديد يمكن يظهر فجأة. ده بشكل مؤقت لغاية ما احط خطة محكمة تمكننا من تضييق الخناق على أفراد التشكيل العصابي والقبض على كل أفراده. مفهوم يا أساتذة؟ مفهوم يا فندم. مفهوم يا حضرة الضابط شريف؟ مفهوم يا معتز باشا. بعد إذن سيادتك. اتفضل. ولا يهمك يا طارق، ولا يهمك. مش يمكن القدر لعب لعبته علشان دماغك تروق كده واكسبك جنبي؟ قصد سعادتك اني هاجي اشتغل معاك في المجموعه هنا؟ ولي لا، انت استقلت من الشغل اكيد طبعا، مش هتقعد في البيت كده من غير لا شغل ولا مشغله. ولما اخذ يا ابني انت بدل ما تشتغل عند حد غريب انا اولى بيك. جوز بنتي وزي ابني، وبيني وبينك انا دلوقتي صحتي بقت يعني على قدها، محتاج اللي يقف جنبي ويساعدني. وانا تحت امرك هعمل بيه، بس اديني فرصه افكر. لا لا لا، لا فرصه ولا غير فرصه. انت خلاص من النهارده تم تعيينك نائب لرئيس مجموعه عامر الديب اللي هو انا. من بكره الصبح هيبقى تحت ايدك افخم مكتب في المجموعه كلها. ايوه عامل بيه، بس انا ما فهمش حاجه في شغلكم. يا طارق يا ابني انت ذكي ولماح، هتتعلم شغلنا بسرعه، ما تقلقش. من بكره هيكون تحت ايدك اكبر مجموعه مستشارين وخبراء في المجموعه. تحط ايدك في ايدي وتتكل على الله ونقول مبروك. ظاهر ان فعلا القدر لعب لعبته. على البركة عامل فيه. مبروك علينا، مبروك علينا انت يا طارق. الو، اهلا يا نورهان هانم. يا ترى بقى ايه الاولاني شرف المكالمة دي؟ نعم؟ لا 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 لا، مقابلة ايه؟ أنا لا فاضي للمقابلات ولا الكلام فاضي من الكلام ده. أرجوك يا معتز بيه، خدني على قد عقلي، أنا مش هاخد من وقتك كتير. اتفضلي يا ستي، كلي آذان صاغية. لا لا لا، موضوع مهم جدا وما ينفعش يتقال في التليفون، وأعتقد إن العشرة الطويلة اللي بيني وبينكو تخليك ما ترفضش طلبي. طيب يا نورهان هانم، أنا هعمل حساب للعشرة وأجي قبلك، بس يا رب تكون المقابلة دي في موضوع مهم. تحب نتقابل فين؟ آه عارفه. خلاص أوكي، مسافة السكة وأكون عندك. وأنا منتظرك. مع السلامة. مع السلامة. مش عارف يا فتحي، بعد ما كنت بطمنك وبقولك ان انا هعرف اتصرف معاه وانه مش هيقدر يعمل معايا حاجة، بأكد لك دلوقتي ان انا بجد خايفة، خايفة منه قوي. انا مش عارفة ايه اللي جراله، ده اتجنن خالص. انت تتوقع ايه من واحد الشم اللي حاسنا فوقه؟
وبعدين ده باعك انت شخصيا عشان خاطر شمة. ايوه صح. طب والعمل هعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقيش انا هتصرف معاه. تتصرف معاه ازاي؟ اوعى تكون بتفكر يعني انك تروح تدي الفلوس اللي اسمه فريد ده. يا ريت هتيجي على الفلوس. احنا كل ما هنديله هيطلب اكتر ومش هيشبع عشان خاطر يشم اكتر. ايوه يعني انت ناوي تعمل ايه بالظبط؟ انا عايز ابعده عن طريق خالص، وهو لو كلمك او اتصل بيكي في التليفون انا عايزك تفهميه ان انت اتفقتي معايا ان انا هديله كل الفلوس اللي هو عايزها، وتاخدي رقم تليفوني تديهوله وتخليه يكلمني. فتحي رقم تليفونك ايه وبتاع ايه وايه كلام الالغاز اللي انت بتقوله ده؟ انا بجد مش فاهمه حاجه. انا زي ما قلت لك، انا هدفي كله ان انا ابعده عن طريقك وهو مش في وعيه، وانا بقى هعرف اتصرف معاه كويس ان شاء الله، ادخله المصحه بالعافيه. يا ريت يا فتحي بجد يا ريت. أظن إن أنا ما تأخرتش عليك. ممكن بقى هتقولي اللي عندك لأن أنا عندي أشغال ومستعجل. كتر خيرك، فعلاً أنت جيت في ميعادك، بس ممكن أنت كمان تهدى كده شوية وتشرب حاجة وبعدين نتكلم؟ من فضلك يا هانم أنا مش جاي أتضايف. ممكن تقولي أنت عايزة تقولي إيه عشان أنا مستعجل. حنان. اشمعنى؟ حنان ما تستاهلش أبداً اللي أنت عملته معاها. لو كنت أعرف إن ده الموضوع اللي أنت عايزاني عشانه أنا ما كنتش جيت أصلاً، لأن دي أمور شخصية وأنا بقى ما بحبش حد يتدخل في أموري الشخصية. بس أنا مش غريبة، وحنان دي أكتر من أختي، وأنا قلت لك في التليفون إحنا عشرة أمر. آه عشان كده صنت العشرة، خليتها تيجي معاك النادي، تيجي مع واحدة بنت ملياردير مستهترة عندها وقت فراغ بتحب تقضيه في النادي، خليتها تضيع اللي في بطنها. ضيعت عليا حلم عمري. شوف يا معتز، انت لو شايف ان انا السبب في اللي حصل فانا بعتذر لك واوعدك اني هبعد عن حياتكو خالص. هو على عيني، بس مفيش قدامي حل تاني غير كده اعمله. بس ارجوك حنان طيبة محتاجيلك، أرجوك أقف جنبها. ده بعينها اللي غلط يا هانم يتحمل نتيجة غلطته. أنا مش فاهمة أنت إيه يا أخي؟ ما عندكش قلب؟ ما عندكش ضمير؟ طب يكون في علمك بقى حنان دي لو لفيت الدنيا كلها عمرك ما هتلاقي ضفرها. أنا بستغرب، حقيقي بستغرب، في حد يلاقي حد يحبه ويخاف عليه ويسونه ويعمل فيه كده؟ سيبك من الكلام ده، لا هيودي ولا هيجيب. الموضوع يا نورهان هانم خلاص انتهى. بلاش افتراء يا معتز، حنان ما تستاهلش منك كده. مش عشان يتيمه وملهاش حد يوقف لها تقوم تذلها بالطريقه بتاعتك دي. ملهاش حد؟ ما كفايه سعادتك انت يا هانم. شوف بقى يا معتز، ربنا ما بيرضاش بالظلم، ولو فضلت تظلم حنان كده ربنا هينتقم منك وهتشوف. سيبك بقى من الكلام الفاضي ده، واذا كانت حنان هي اللي وسطتك ما بيننا قولي لها خلاص ما عادش يجي منه. انا خلاص هبتدي حياتي على نظافه، نظافه في الشغل بعد ربنا ما خلصني من طارق، ونظافه في البيت وتخلصت من حنان. عن اذنك يا نورهان هاني. مش مصدقه، معقوله في بني ادمين كده؟ مش فاهمه ايه ده، ايه البني ادم ده؟ كم السواد اللي في قلبه ده؟ بعدين ايه موضوع طارق وحنان؟ ايه يا ساره؟ انت هتبقي في المكتب ولا ايه؟
انا اصلا نفسي اروح، انا تعبانه ومجهده، حاسه ان انا هنكت. بس هعمل ايه بقى؟ امسي معتز. لو على معتز باشا ما تقلقيش، الباشا روح من زمان. روح؟ امال ايه؟ بس احنا عندنا خطط جديده وشغل كتير وهنتابع مع بعض اول باول. يا ستي ده شويه كلام قدام سليمان بيه، لزوم المنصب الجديد. الله يمسيه بالخير طارق بيه، والله ما كانش في حد زيه، ما كانش ليه في الكلام ده خالص، وكان عارف شغله كويس قوي كمان. يا بنتي طارق بيه ده كان حاجه تانية خالص. انا اللي مجنني بقى موقف معتز، مش قادر افهمه. ده اكنه كان مستني طارق بيه ده يسيب الشغل عشان يمسك مكانه. ده ما قالش كلمه حلوه في حقه، علما بان هما شغالين مع بعض من زمان واصحاب كمان. الكرسي بقى ليه بريقه، واحنا في بلد لو في كرسي فاضي الناس ما هتصدق وتلزق فيه. لا يا ساره، مش مع طارق بيه، صدقيني الراجل ده اتظلم قوي، والاداره كمان خسرته ومش هتعرف تعوضه. ده اللي هتثبته الايام الجايه وهتشوف، وحقه هيرجع له لغايه عنده، والناس كلها هتعرف قيمه الراجل ده. يا ريت يا ساره، يا ريت. بقول لك ايه، انا زهقان وقرفان ومش عاوز اروح، وبصراحه كده بقى واقع من الجوع. ما تقومي بينا كده اعزمك على العشاء اهو، نغير بقى جو الكئيب بتاع المكتب بتاعنا ده. لا انا مش قادر، روح انت، انا هروح استريح. يا سلام، يعني انت شايفه ان الحكايه كده تنفع؟ يعني هيبقى ليها طعم؟ ما تشوف لك اي واحده تروح تتعشى معاها، اي واحده يعني من الناس بتاعتك دي، ما انت عندك مقاطيع كتير قوي تسليك برضو يعني. يا بنتي انا خلاص ربنا تاب عليا وهداني، وغير كده انا عايزك انت بقى تبقي معايا بالذات. ها ممكن تبطل تتعامل معايا كده؟ ها عشان انا بجد مش واحده منهم. يا ساره انا عارف انك مش واحده منهم ولا شبههم. يا بنتي عيب عليكي، ده احنا بقينا عشره، ده انا دخلت بيتك وقابلت ابوكي راجل الطيب عم رضوان، وعارف كويس قوي انا بتعامل مع مين. طيب انا ممكن اقبل بس على شرط. اولا تاخدني مكان محترم. حاضر يا ستي، تحت امرك. وثانيا تكون في منتهى الادب. ولو اني حاسس انك بتربيني من اول وجديد، بس ومال، انا موافق. اي اوامر تانيه؟ لا يلا بينا. كمل يا عم، وفرنا الطلبات دي. اتفضلي. العادة ما بيقابلش حد من غير معاد، بس عشان خاطر حضرتك هعملها بعد اذنك. طارق رفاعي بره وعايز يقابل حضرتك. طارق رفاعي؟ ايوه يا باشا، طارق جوز نور هنان. انت متأكد يا مختار؟ يا باشا انا هتقع عن طريق ايه؟ طب ده ايه اللي جابه ده؟ اصل الواد ده مجنون، خد بالك. يا شكرا، هتفضل سايبني واقف بره كتير ولا ايه؟ اسمع يا جدع انت، انا اذا كنت سكت لك في الغردقه فعشان خاطر بنتي، وفي الاسم عشان الظابط اللي موجود، لكن هنا بقى والله العظيم مالك عندي غير اقفل باب المكتب بالمفتاح وهطلب لك البوليس والاسعاف. طب اهدى بس يا شكر، اهدى لا تقع من طولك. انا لا جاي اهدد ولا جاي اتخانق. امال عايز ايه؟ عايزها مظبوط. ايه دي المظبوط؟ قهوتي بشربها مظبوط. وصلنا على 2 قهوة يا مختار، وخليك جنب المكتب ما تبعدش عني. حاضر يا باشا. يا شكري، مال قلبك خفيف كده ليه؟ أنا ماليش أصلي في شغل البلطجة بتاعك ده. أمال ليك في إيه يا شكري؟ في الخناق مع الستات وضربهم؟ أنا ليا في البيزنس، ليا في الفلوس، ليا في النعيم اللي انت غرقان فيه انت ومراتك على حس حماك، ليا في بنتي، بنتي اللي انتوا حارميني منها ومش قادر اشوفها وقت ما انا عايز، ليا في حقي وطاري البيت مع حماك اللي كان عايز يسجني زمان
ومصر انه يسجنني لغايه دلوقتي. شوف يا شكري، طارق مع عامر الديب ده ما يخصنيش في حاجه. انا اللي يخصني مراتي وبنتها، لان دول مسؤولين مني، واللي هيفكر يقرب لهم حفرهم. وبتقول مش جاي تهدد؟ لا ده مش تهديد، ده اللي هيحصل فعلا لو فكرت تقرب لنورهان او سهى تاني. انت الظاهر ناسي ان سهى تبقى بنتي. على الورق، لكن اللي ربى وكبر وعلم واللي بيصلح اثار اللي انت عملته فيها هو انا. يعني انا ابوها اكتر منك. بعدين انت مش رافع قضيه لضمها، وانا راجل بتاع قانون. اللي المحكمه هتحكم بيه هيمشي على رقبه الكل واولهم انا. لكن لحد ما ده يحصل، ده لو حصل مش هسمح لك تقرب منها. مفهوم؟ برضه اسمها سهى شكري الباشا، وهشوفها وقت ما انا عايزه. حضره الضابط اهو، حضره الضابط دي اللي كانت منعاني عنك، لكن دلوقتي خلاص قلعت الميري وفضيت لك. يعني ايه؟ يعني بقينا زي بعض، راجل لراجل. ده لو انت تقدر تقف قدامي لوحدك وتواجهني من غير ألعيبك ولا المحامي الحاوي اللي معاك. لو فكرت تقرب ناحية نورهان يا شكري، هوريك وش هتندم على اليوم اللي شفته فيه. وإذا كنت اللي عملته فيك قبل كده خلاك تروح تشتكي للوزارة، فأنا بقولها لك أهو، البدلة الميري قلعتها، يعني ما عندكش وزارة تروح تشتكي لها. سلامة شكري يا باشا. يا ريت تغير القهوة اللي انت ما جبتهاش اصلا، تخليها ليمون وتزود عليه السكر، وتشربه اللي مشغلك جوه عشان هيروح فين. هيحصل. خير يا باشا؟ طارق رفاعي كان عايز ايه؟ مش عارف، مش عارف ومش فاهم حاجة خالص. قاعد يهدد ويهرتل بكلام غريب، لكن كل اللي فهمته انه مبقاش ظابط. امال بقى ايه؟ انا عارف، انا بقول لك مش فاهم حاجه خالص. خلاص سعادتك، ما نكلم رانيا اكيد عندها حاجه تفيدنا. صح صح يا مختار، رانيا اكيد هيبقى عندها الخبر اليقين، وهي اللي هترسينا الدنيا ماشيه ازاي. ايه رايك في المكان؟ حلو قوي. لو اكلهم هيعجبك كمان. مش قوي يعني، انا بطبخ احسن منهم. يا تعرف تطبخي؟ ايوه طبعا، هي الست تبقى الست من غير طبيخ. طيب اعملي حسابك بقى يا ست ان انا عازم نفسي عندكم في البيت عشان ادوق طبيخك بنفسي. انت ايه حكايتك يا شريف؟ انا شايف ان رجلك هتاخد على البيت. يعني كلها كام زياره كده لغايه ما اشوف الحكايه بقى هترسي على ايه. حكايه ايه اللي هترسي على ايه؟ ما تشغليش دماغك، دي حكايه كده برتبها انا جوه دماغي. شريف انا ما بحبش الكلام اللي اكتر من معنى. انا كلامي ملوش غير معنى واحد بس، وانت فاهماه كويس قوي، بس انا مستني الوقت المناسب. طب خلاص، بدل ما انت مستني الوقت المناسب بلاش نتكلم في الموضوع ده خالص. وساعتها بقى يا ريت تجي لي دغري، وبلاش لف ودوران، وانا اوعدك ان انا هكون دغري لان دي طريقتي الوحيده. انا عارف الكلام ده كويس، انت مش محتاجه تقوليه، واوعدك ان ده هيحصل قريب. خلاص سيبنا نكمل عشان، وسيب الحاجات دي لوقتها. كل يا حبيبتي كل. باشا ايه رايك في المفاجاه دي؟ والله هي من جهه مفاجاه فهي مفاجاه، اما بقى اذا كانت حلوه ولا وحشه فده بيتوقف بس على السبب بتاع مجيئة حضرتك. لا دي زياره مش مقصوده، بس انا كنت قريب من هنا قلت اعدى اشرب حاجه، بعدين كان في حاجه جوايا كده بتقول لي ان انا ممكن اقابلك. اه من كتر مراقبتي ليك عرفت ان ده مكانك المفضل. والله يا باشا رغم ان كلامك مش مفهوم ومش متركب على بعضه،
بس انست وشرفت. تشرب ايه؟ ولا حاجة. ازاي يا باشا؟ انت مش لسه قايل ان انت جاي هنا عشان خاطر تاخد حاجة تشربها على الماشي كده ولقيتني بالصدفة؟ طيب اطلب اللي انت عايزه، مش هتدفع حاجة، انت ضيفي. ما تسيبك من المجاملات الفارغة دي وتسمع انا عايز اقولك ايه. اؤمر يا باشا. انا لعبت معاك جيم طويل وانا لسه في الخدمة. ايه؟ لسه في الخدمة؟ وده معناه انك سبت الخدمة لا سمح الله؟ حصل. شفت؟ شكلها طلعت مفاجأة حلوة، لان شكلك مبسوط. بالعكس يا باشا، انا مش مبسوط خالص، ده انا اتضايقت. عارف ليه؟ عشان اللعب اللي بينا كان فيه متعة، دلوقتي بعد ما حضرتك مشيت ده معنى ان اللعب اللي جاي كله مش هيبقى له طعم. طمنت ان طلعت على الخدمة فبتعترف قدامي عادي كده؟ لا يا باشا، ما تخليش مخك يروح لبعيد. انا طول عمري صاغ سليم، وحضرتك أكبر شاهد على كده، لأنك لو كنت مسكت علي حاجة ما كنتش رحمتني. أنا قصدي يعني اللعب في اللعبة المشتركة اللي بينا، الشطرنج. ومين اللي قالك إن جيم الشطرنج اللي بينا خلص؟ ما تجيب من الآخر يا باشا وتقول أنت عايز إيه بالظبط. أنا عمري ما في قضية وقفت قدامي، ولا في حد قدر يفلت من تحت إيدي غيرك يا فتحي. بالهدوء كده بقى وفاهمني بالراحة. أنا اتأذيت بسببك كتير يا فتحي. سبت شغلي. شغلي ده كل حاجة في حياتي. يا باشا، ده أنت معبي مني جامد. فضفض. اعتبرني أخوك يا باشا وفضفض لي. اللي فات كله كوم واللي جاي كوم تاني يا فتحي. أنا وأنا ضابط بوليس كنت متأيد بالقانون عشان أقدر أقبض عليك. لكن دلوقتي أنا طلعت بره الخدمة. يعني مفيش أي حاجة تمنعني من إزايتك يا فتحي. ويا ترى بقى هتعمل إيه يا باشا؟ هتأجر ناس عشان خاطر يقتلوني؟ مش طريقتك ولا أسلوبك. اسمعني كويس يا باشا، أنا مقدر حالتك وظروفك، بس عايز أقول لك حاجة. مش فتحي زدان اللي بيتهدد، وبعدين حضرتك كنت في الخدمة ولا بره الخدمة، لا انت ولا عشرة زيك تقدروا تهزوا شعرة في فتح زدان. أنا إذا كنت دلوقتي بسمعك وفتح لك قلبي فده بس عشان انت ضيفي مش أكتر. ما تسيبك من الكلام الفارغ والقلب الكبير ده وتقوم تقف لي راجل لراجل يا فتح زدان. جرى يا طارق باشا؟ احنا في مكان عام، ما ينفعش الناس تتفرج علينا، احنا اكبر من كده. ما ينفعش ليه؟ انا خلاص بقيت حر نفسي. لو انت خايف بقى دي حاجة تانية. انا عمري ما خفت، انا بس ما بحبش لعب العيال الصغيرة. وانا ما يفرقش معايا انت بتحب ايه وما بتحبش ايه، وهاخد حقي منك بالطريقة اللي تريحني. عيب يا طارق باشا، شغل الخناقات بتاع البارات والفضايح ده ما يليقش علينا، احنا كبار. اهدى بس كده وسيبني اطلب لك حاجة عشان تروق دمك. في دي عندك حق يا فتحي. طارق اللي بينا ما يخلصش بخناقة بارات، يخلص برقبة تطير. وايه اللي عايشك؟ يا باشا ده انت سيدي العارفين، اللي بيقول ما بيعملش واللي بيعمل ما يقولش. يعني بالبلدي كده وبالطريقة، اعلى ما في خيلك اركبه. باشا فتحي، انا بقى حوريك مين اللي بيقول ومين اللي بيعمل، وحدفعك التمن غالي قوي. اسمعني يا طارق، اسف اذا كنت قلت طارق حاف كده من غير باشا. كعبلت مني في الكلام زي ما انت كده كعبلت في الداخلية واضطردت. احسن حاجة ليك انك تروح دلوقتي تاخد دش ساقع وتنام وتصحى
هصحى ناسي كل حاجة. عارف ليه؟ عشان انت مش قد فتح زدان، ولو قربت جنبي او جنب اي حد يخصني بنقلة صغيرة في الجيم اللي بينا هيبقى كش ملك مات. انا بقى اللي هوريك كش الملك يبقى ازاي. وانا في الخدمة كان مطلوب مني اقدمك لحبل المشنقة. دلوقتي انا هاخد عمرك. في صحتك يا باشا. ما احناش لاقيين